أنا شخصيا ما عمرني تلقيتهم، تنتلقاهم مرة في 6 شهور، ومن اللي واحد الاربيتري صفر التوش في شي بلاصة ماشي هي هذيك الجمعية اللي كتحمل المسؤولية ورئيسها، هذا أمر غير ممكن. أنا المديرية نتاع التحكيم اللي كدرت فيها السي حدقة ستوب، واللجنة أيضا اللي كان فيها السي جمال نحلوها. اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا يوم الثلاثاء اللي نخصوه لما جاء في خطاب للقاه الباحث سي فوزي القشعري رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على المكتب التنفيذي للجامعه، واللي يعني الخلاصه ديالو هو حل المديريه ديال التحكيم وحل اللجنه المركزيه ديال التحكيم واعطاء الكل للعصبه الاحترافيه. واش هذا الشيء منطقي؟ واش هاد شيء معقول؟ واش هاد شيء في التوقيت ديالو يعني التوقيت يعني المناسب، ولا هاد شيء فقط ردة فعل على الهاشتاغ اللي رفعوه بزاف ديال الجماهير رجوية، واللي بان بان كاين التأثير ديالو على السي القجع من الناحية العاطفية، لان جميل جميل ان تعطي العصبة اخيرا بعد 8 سنوات أو 9 الاستقلالية ديالها، ولكن واش وسط الموسم قبل 10 دورات الأخيرة ديال البطولة حاسمة تلعبوا عليها 4 الفراقي عاد نبدلوا مديرية التحكيم الآن، وعاد كان يمكننا نسينوا نهاية الموسم، وديك الساعات نوجدوا من كونفونسيون بين العصبة الاحترافية وتمديد العصبة الاحترافية. الآن نبغيش ندوي على العصبة الأخرى، العصبة الأخرى مازال في طريق النمو، العصبة الاحترافية نطلبوا على الله تكون نمات. هادشي كله نوجدوا اون فري كونفونسيون، ماشي فقط في التحكيم ولا في البرمجة ولا في التسيير اليومي للبطولة، ولكن في كيفية توزيع الأموال، في كيفية استقلالية المالية للعصبة، وبزاف ديال الحوايج. يكون عندنا 3 شهور باش نديروا مشروع حقيقي. وفي التالي الموسم كاين السي بلقشو عنده فقط موسم واحد، يعني السنة الماضية الفرق انتخبوها على موسم واحد، هو عارف هو تيقول هادشي بيدو، يعني يكون في التالي ديال السنة جمع عام انتخابي لولاية 4 سنوات ديال العصبة الوطنية الاحترافية، وبالتالي كان يمكن نسينو هاد الجمع العام باش نعطيو الاستقلالية الكاملة للعصبة. نشوفو السي نشوفو فيديوهات بالتفصيل ديال السي فوزي القجعري. أنا شخصيا ما عمرني تلقيتهم، تنتلقاهم مرة في 6 شهور، ومن اللي واحد الاربيتري صفر التوش في شي بلاصة ماشي هي هذيك الجمعية اللي كتحمل المسؤولية ورئيسها، هذا أمر غير ممكن. أمر غير ممكن، متفق معك، أنا متفق مع السي القجع في القضية، لأن ما يمكنش أي خطأ ديال أي حكام ولا أي مشكل وقع في البطولة الوطنية يتحمل المسؤولية تاع رئيس الجامعة، لا، كما كان الحل العصبة هي اللي مسيرة يعني الفرق وهي اللي مسيرة البطولة، ولكن حتى العصبة ما يمكنش تحمل خطأ ديال الحكم، لا يمكنها أن تتحمل خطأ حكم أو خطأ برمجة أو أي خطأ وقع. الأخطاء واردة في جميع البطولات الكبيرة وفي جميع الاتحادات الكبيرة وفي جميع العصاب الكبيرة الأوروبية، وبالتالي كاين استنافات، كاين قوانين، كاين قوانين اللي تتصحح الأخطاء أو على الأقل تتفاداها في المستقبل، والأخطاء تبقى واردة دائما، ما يمكنش نسيروا بطولة بحجم البطولة المغربية بدون اخطاء. دونك هادشي متفقين معاك، ولكن واش تظن السي القجع بكل صراحه واطرحوا السؤال بدون خلفيات، ان هذه العقليه اللي كاين سيده في الجماهير المغربيه الى وقع خطا على الفريق ديالها كما كان هذا الفريق وكما كانت الجماهير، واش يفكروا في السي بالقشور واش يحملوا مسؤوليه السي بالقشور؟ زعما انت تظن بان بهذا القرار المفاجئ اللي ماشي في وقته، وأقولها مرة أخرى وسمح لي بزاف، يمكن أنا ما فهمش ولكن بالنسبة لي ماشي في وقته نهائيا، هذا القرار ما يحملوكش مسؤولية. أنت الراجل أكثر شعبية في الكرة المغربية، أكثر نفوذ،
يعني رجل دولة الآن، رجل يعني عضو في الحكومة ديال صاحب الجلالة، عضو في الحكومة ديال السي أخنوش، وكاين بزاف الناس تيقولوا بأن السي القجع يقدر يولي رئيس الحكومة ديال الولاية المقبلة. هادشي تيتقال في الكواليس، يخليوك انت يعطيوك التقار ويمشيو يقلبوا على السي بلقشو اللي تنحترموه بزاف، اللي رجل برلماني، رئيس جماعة ديال زمامرة، رئيس فريق، رئيس عصبة احترافية، عنده تجربة كبيرة في كرة القدم. يعني كان في اللائحة ديال جنرال دكتور رامي حسين سليمان في 2006. وبالتالي رغم ذلك فالقجع الآن هو متعارف بأن بزاف الناس يعاونوا الناس اللي باغيين يسبوا القجع، يعاونوهم من خارج المغرب متعارف، وكذلك من داخل المغرب، المنافقين داخل المغرب والناس اللي خارج المغرب اللي بالنسبة لهم نجاح الكرة المغربية متعلق بشخص فوزي القجع. اعتق بيا سي فوزي وما تفلتش دائما مدى. دونك انت كراجل عمومي خصك تقبل، واللي بان لك وعرفتيه كدير في المحكمه خصك تقبل هذا الشيء بدون نقاش، لان هذا هو يعني المآل ديال كل رجل عنده شعبيه كبيره وكل رجل عنده مسؤوليه كبيره. هذا هو المآل ديالو في جميع الدول، ماشي في المغرب، في جميع الدول. نشوفوا الفيديو الثاني واللي ليك غادي نخلي لهم الاختصاصات نتاعهم كامله اللجنه اللي تتعاقب. المهم هذاك ياك لي سوبونسيون فلوس دابا تعطيهم العصاب، تعطيهم العصب الفرقي، هي اللي تدير البرمجه تكمل على الشيء الاخر، واللي تديروا العصبه الاحترافيه ديروا العصبه نتاع الانات، وديروا العصبه الهوات، وديروا العصبه نتاع كره القدم المتنوعه. هذا القرار الاول. النتيجه نتاعو انا المديريه نتاع التحكيم اللي كدرت فيها السي حدقه ستوب، والعصبه يجتمعوا يديروا يجيبوا واحد تاني نتاعو، اللي يجيبوا واحد من الانجليز، واللي يجيبوه من سويسرا. واللجنه ايضا اللي كان فيها السي جمال نحلوها وتمشي العصبه دير اللجنه اللي بغات دير فيها، يديروا واحد اللجنه فيها ثلاثه ولا اربعه من العصبه الاحترافيه وزوج من الهواد وثلاثة من يعني في الديسكو ديالو تيبان نبرة ردة الفعل، لأن كيفاش عصبة الاحترافية لكرة القدم الذكورية اللي عندها تاريخ في المغرب، ما نعطيوها الاستقلالية ديالها تم بعد 9 سنين، وعصاب عاد تخلقات ولا في كرة القدم المتنوعة ولا كرة القدم النسوية، وفي عامين 3 سنين نعطيوها الاستقلالية. ثانيا هذه اللجنه ديال التحكيم اللي تكون فيها عضوين او ثلاثه او اربعه من كل عصبه، هذه معناتها لجنه انتيرليغ، لجنه انتيرليغ هي اللي خصها تكون تابعه للجامعه. فما يمكنش الجامعه، ما كاينش تنظن حتى الفيفا لن تقبل هذا، لان الاتحادات الوطنيه هي من تسير كره القدم من ناحيه التحكيم. التحكيم تبقى دائما الجامعه باش يبقى فوق الفرق وفوق العصبة. العصبة الاحترافية الدور ديالها هو تجيب موارد مالية، ما غير تنظيم البطولة اللي تولي سهل مع توالي السنوات، ولكن الموارد ماشي سهلة، ستجيب موارد باش تغني الفرق أكثر، باش تغدو أكثر غناء وأكثر كفاية من الآن، لأن الآن جميع الفرق اللي أبوغ لفايد. وبالتالي العصبة الاحترافية الرول ديالها ماشي هو يدير التحكيم، على الاقل تقول لي درت لجنه تحكيميه غير ديال الاحتراف، لجنه تحكيميه احترافيه تابعه للعصبه الاحترافيه نفهمها. اما اللجنه ديال التحكيم اللي فيها الهوات، ما تابعينش للعصبه الاحترافيه، فيها كره القدم النسويه وفيها كره القدم المتنوعه وفيها كره القدم داخل القاعه وفيها كره القدم الشاطئيه وفيها جميع كره القدم، راه ما يمكنلهاش نهائيا تسير التحكيم. يعني عطيتي العصبة الوطنية الاحترافية، اللي تتأسس بالقشور، شي حوايج اللي ما عندهم تعلق بهم، علاش هي تسير الحكام ديال الهوات؟ وكأس العرش فكرتي فيه؟ كأس العرش حتى هو خصو يبقى تابع للجامعة، شكون اللي يعين الحكام في كأس العرش؟ داك الشيء علاش الفيفا تنص على أن اللجنة المركزية للتحكيم
تكون تابع الجامعه ويكون رئيس ديالها ماشي حكام، يكون رئيس ديالها ماشي حكام، الحكام خصو يكون في المديريه. وبالتالي هذه رده الفعل يعني جات عنيفه شويه، عنيفه وما تعطيش نتائج. انا بالنسبه لي انيه، ما تعطيش نتائج انيه نهائيا. المديريات المرتبطه بها والموظفين المرتبطين بهم والميزانيه المخصصه لهم الى العسر، وهما يلقاو كل واحد المجال تاع الاشتغال نتاعو وفي الامور اللي تتهمو، وكل واحد يتكلف باموراتو الى النهايه. يعني حتى اللجان الاخرى تابعه للجامعه غير تحكي ما تمشي للعسر. غريب، كيفاش؟ واش اللجنه المستقله المستقله تاع الجامعه في روح القانون تمشي للعسر تحكم فيها؟ لا يقال. ولا شي واحد تضرر في العصاب وبغى يستانف، يستانف عند من؟ على الاقل لجنه ديال الاستئناف المركزيه خصها تبقى للجامعه، لجنه فك النزاعات يمكن لي نفهمها تمشي للعصبه الاحترافيه، لان النزاعات اغلبيه ديالهم نزاعات ماليه، متفقين. لجنه ديال التدبير ولا مراقبه تدبير الفرق كونترول جيستيون، نفهم انها تمشي للعصبه الاحترافيه، ديال اللجنه، لجنة الاستئناف، اللجنة القضائية الأخرى، لجنة المنتخبات الوطنية، قلت لها تبقى خاصها تبقى في الجامعة، يعني اللجان السيادية ومنها لجنة التحكيم اللي مهمة ومهمة بزاف. كما كان الحال طلب على الله باش هذا القرار اللي ما جاش في وقته، اللي متسرع، ما وجدنالوش بما فيه الكفاية، تنعود اللحل على الكونفونسيون بين أي عصلة وطنية، العصلة الاحترافية الآن والجامعة. لان خصنا نعرفوا بان في اي وقت القانون يقول للجامعه فك العصبه، يعني حلها كاع، الحل ديال العصبه نهائيا. وبالتالي انا نشوف رده فعل ديال الفيفا، ونطلب على الله نكون غلط. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.